أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل في كل مكان، نحييكم مرة أخرى ونرحب بحضراتكم. لا زالت الانطلاقات متواصلة ولا زالت هذه الاندفاعات مستمرة مع هذه أيضا الأشواط المتتالية، شوطين ينتهي وشوط يبدأ من جديد لتعلن على بركة الله انطلاقة شوطين السادس المخصص لفئات الأبكار الثنايا المهجنات لهجن أصحاب السمو الشيوخ ولمن يرغب من أبناء القبائل. نتمنى التوفيق للجميع. نتابع هذا الشوط ونتابع هذه الأسماء الحاضرة والمشاركة لدينا في هذا التنافس. أبدأ مع المراكز الأولى، نتابع المقدمة والصدارة. والمركز الأول توافيق تتقدم بالمركز الأول، مبارك بن محمد بن ناصر آل أحباب الهاجري يقدم لنا توافيق على المركز الأول وعلى المسار الأول. المركز الثاني تقدم هنا في ثاني المراكز الضبية، مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري يقدم لنا الضبية على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت هنا وانطلقت هملولة من هجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدين الأعزاء، وتابع المركز الرابع الحاضرة هنا مسكتة لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يقدم لنا مسكتة على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت هوايل ناصر بن راشد بن سعيد بن عبيد الخاطري يقدم لنا هوايل على الخامس. المراكز وسادسا وصلت مداهمة لعبيد بن علي بن هلال الخاطري يقدم لنا مداهمة على المركز السادس. المركز السابع القادمة هي الشرود، الشرود هي القادمة لسعيد بن عامر النيادي يتقدم بو حميد هنا مع انطلاقة الشرود مع المركز الثامن. المركز التاسع الواصلة هنا مبروكة سالم بن حمد بن سليم العويسي، وعاشر المراكز مياسة أحمد ابن علي بن سلطان السبوسي، شعار السبوسي حاضر أيضا في المركز العاشر. هذه العشرة الأسماء الأولى المتقدمة، نداؤنا الأول أتممناه كاملا ونقلنا أيضا النتيجة والأسماء على مسامعكم، لنعود مرة أخرى إلى البداية والصدارة إلى المركز الأول. وأرى من لا زالت في المركز الأول توافيق، مبارك بن محمد بن ناصر آل أحباب الهاجري يقدم لنا توافيق على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى تتقدم في بداية هذا الشوط. المركز الثاني هملولة من هجن الرياسة وسلطان بن محمد الوهيبي مع عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث، المركز الثالث الضبية، مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري يقدم لنا الضبية على المركز الثالث. رابع المراكز مسكتة لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يقدم لنا مسكتة على المركز الرابع. خامسا
تتقدم هنا مداهمة عبيد بن علي بن هلال الخاطري يقدم لنا مداهمة في المركز الخامس المركز السادس. المركز السادس المبروكة لسالم بن حمد بن سالم بن سليم العويسي يقدم لنا المبروكة على المركز السادس. وسابعا هنا تتقدم الشرود لسعيد بن عامر النيادي حاضر هنا حاضر أيضا الوالد سعيد بن عامر النيادي ليتابع الشرود مع المركز السابع. المركز الثامن مياسة لمكتوم بن الشيبة السبوسي. والمركز التاسع وصلت أرباح ووصل شعار بوغانم حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا أرباح على المركز الثامن وتاسع. المراكز هذه أيضا هملولة من هجن الرياسة وسلطان بن محمد لوهيبي يتولى عملية تضميرها وتدريبها. وعاشر المراكز منصورة لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا أيضا هذا الانطلاق الجميل مع حضور منصورة. لدورة الثاني يكتمل للعشرة الأسماء الأولى المتقدمة ولا زالت بالمركز الأول توافيق مسيطرة على المركز الأول منفردة مع الصدارة منفردة مع البداية معلنة حضورها بالمركز الأول. مبارك بن محمد بن ناصر آل أحباب الهاجري القادم من دولة قطر القادم من ميدان الشحن ليشاركنا هنا في ميدان السوان يقدم لنا توافيق. نتمنى التوفيق لكل المشاركين ونتمنى لك التوفيق. المركز الثاني هنا القادمة هملولة من هجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي مع التضمير والتدريب. ثالث المراكز الشرود للوالد سعيد بن عامر النيادي يقدم لنا الشرود على المركز الثالث بحضور شعار الاتحادي مع هذه الانطلاقة المميزة. وتابع الوصول أيضا من مياسة لمكتوم بن شيبة السبوسي وتدخلت الأسماء ووصلت أرباح لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري من يقدم أرباح على المركز الرابع المركز الخامس. المركز الخامس المبروكة سليم بن حمد بن سليم العويسي. ومن الجانب الآخر هملولة من هجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي في التضمير والتدريب وصل شعار بن دري وصلت هنا وصلت الشبح سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم لنا الشبح بهذا الحضور أو النداء للشبح التي وصلت الآن وانطلقت مع الأسماء المتقدمة. هناك مداهمة أيضا لعبيد بن علي بن هلال الخاطري يتقدم في المركز الثامن. هذه الأسماء الأولى المتقدمة لنا عودة إلى الصدارة لنا عودة إلى البداية إلى المركز الأول. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله طارت بالمركز الأول طارت بالمركز الأول. هذه توافيق تعلن حضورها تعلن انطلاقتها الجميلة بالمركز الأول. تتقدم توافيق مبارك بن محمد بن ناصر آل أحباب الهاجري يقدم لنا توافيق على المركز الأول منفردة مباعدة للمسار معلنة حضورها معلنة انطلاقتها بالمركز الأول. المركز الثاني الشروط قادمة لسعيد بن عامر النيادي يتقدم بحميد والمتابع دائما لهذا الشعار الجميل الأمتار الأخيرة شعار الهاجري والشعار النيادي. ولكن غيرت من سمعة الزقرة وزمت بالخاليديها ما شاء الله تبارك الله طارت بالمركز الأول طارت بهذا الأداء أعلنت الحضور كما عودتنا دائما وعودت جماهير هذا الشعار وعودت مالكها سعادة حميد بن سعيد النيادي وعودت أيضا بحميد سعيد بن عامر النيادي وأيضا عشاق هذا الشعار الجميل. هذه الشرود تؤكد بأنها بطلة لهذا الشوط كما أيضا عودت الجميع بأنها أيضا صاحبة النواميس أيضا المتتالية والعديدة. تهانينا
تهانينا والناموس لسعادة حميد بن سعيد النيادي، وتهانينا للوالد سعيد بن عمرو النيادي وأنجال أيضا على هذا الأداء الجميل، وسلام هالمغافة سلام المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء نتابع المركز. المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء مياسة لمكتوم من الشيب السبوسي، والمركز الثالث مطيلة لمحمد بن خلفان بن عمري الاكتبي، والمركز الرابع توافيق لمبارك بن محمد بن ناصر آل حباب الهاجري، وخامس المراكز مشاهدينا الاعزاء عند اعضاء خط النهايه